العدوان على كرامة الإنسان ولو بالإحسان. وهنا أغتنم فرصة لأوجه رسالة إلى العاملين في المجال الخيري، الجمعيات الخيرية وأهل الإحسان، يحفظوا كرامة اليتامى، يحفظوا كرامة الأرامل، لا تصوروهم وتبعثوا بصورهم إلى الإنترنت، إلى هذه الشبكة التي أساء الكثير استخدامها فصارت أداة دمار. حافظوا على كرامة اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين، انصروا الحق بالحق، افعلوا الخير بالخير، جزاكم الله خيرا، ولكن نحن مطالبون بمراعاة هذه الكرامة التي ذكرها خالقنا في الآية التي استمعتم إليها، سورة الإسراء الآية 70، ولقد كرمنا بني آدم.